دولي في هذه المنطقة ينذر بنشوب حرب، ونحن اليوم نرفض أن تكون أرض العراق هي الشرارة التي تنطلق منها الحرب، ولا أن تكون هذه الأرض وشعبها في خضم محرقة لأطراف متنازعة دولية. لا شأن للعراق بهذا الصراع. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران تعيش حالة من الصراع الإقليمي والمناوشات وما يجري اليوم على الساحة من ضربات متبادلة بالصواريخ أو الطائرات، ينذر بهذه الحرب. تم استدعاء السفير الأمريكي، وكانت هنالك أيضا اتصالات وتواصل مع السفراء من دول العالم، وكذلك حضرت إلى اللقاء رئيسة أو المبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة مبعوث الخاص، والتقت مع السيد رئيس مجلس الوزراء الذي وضح لها حيثيات هذا القرار وأهميته بالنسبة لأبناء الشعب العراقي وما سيتمخض عن هذا القرار. وبالتالي اليوم الإجراءات الرسمية بدأت بإشعار الجانب الأمريكي بضرورة الانسحاب، ونتمنى أن تجري الأمور بسياقاتها الدبلوماسية وفق الأطر.